بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت خلاص خلصنا وهندلنا اللوجن ريبوزيتوري بتاعتنا، هندلناها وخلصناها، ما فيهاش اي مشكلة. لو انت هتلاحظ معايا تمام ان احنا اللي احنا عملناه هنا في البوست مابنج تمام اللي هو في جوجل هو هو اللي هنعمله برضه في ايه؟ في الفيسبوك. تمام، يعني المفروض ان انا هعمل ايه؟ هاخد دول اهم هم تمام، كنترول سي اهو، واحطهم ايه هنا. تمام حلو، بس مكان البيلود بتاع جوجل هاخد الداتا او اليوزر اهو، واقول له يوزر دوت جيت ايميل. تمام، وهنا برضو يوزر دوت جيت ايميل، وهنا برضو يوزر دوت جيت ايميل بس. وفي الاخر هشيل الداتا ديت واقول له ان دي بترجع لوجن ريسبونس اهو، وبس كده. شايفين كده؟ خلاص خلص. طيب في ايرور، نشوف كده الايرور فين. تمام، طبعا هنا المفروض اليوزر ديت نفس الاسم اللي هنا، فاحنا ممكن نخلي دي ايه، نقول لها مثلا ديت يوزر، او خلي ديت يوزر فيسبوك. تمام، المفروض يوزر فيسبوك ديت اهي، وهحطها برضو ايه، وهحطها برضو هنا. جميل، خلاص كده الايه خلصنا. لكن ده مش صح طبعا، فواحد يقول لي هعمل فانكشن، هقول لك طبعا ده الكلام الصح. هقول له برايفت فانكشن، اسمها ايه؟ هسميها مثلا برايفت بترجع لوجن ريسبونس. تمام، بترجع لوجن ريسبونس، وبتعمل ايه؟ بترجع لوجن ريسبونس اهي. تمام، وهقول له مثلا اسمها لوجن. تمام، بتاخد ايه؟ بتاخد سترينج ايميل. تمام، هياخد الكود ده من اول بوليان لغايه هنا اهو. تمام، هنا بدل بقى اليوزر فيسبوك تو جيميل، هقول له ايه؟ ده مكانه الايميل اللي هاخده اهو، وده برده مكانه الايميل اللي هاخده. تمام، اذا ده هستخدمه في الايه؟ في التو فانكشن. تمام، ده الايميل. حلو، انا مش عاوز الاوبجكت ده خالص. تمام، في الاخر هعمل ايه؟ هعمل ريتيرن على طول للايه؟ للتوكن سيرفيس. طبعا طبعا انا ايه اللي انا عملته ده، ده مش حاجه يعني مش حاجه صعبه، ده حاجه في الاو او بي او في البيزكس كمان بتاعت الجافا، ان لو كنت متغير خدت فانكشن تمام، وهستخدمه ايه؟ عن طريق الفانكشن على طول. عملت فانكشن بترجع لوجن ريسبونس، بتاخد مني ايميل تمام، وبتعمل الاوبريشن اللي احنا عملناهم دول، وبترجع في الاخر ايه؟ التوكن بتاعي. فانا حاجه هنا هقول له هنا بدل ده كله، هشيل ده كله واقول له لوجن، وادي له ايه؟ الايميل اللي هو بيلود دوت جيت ايميل. جميل، بس واعمل له ايه؟ هعمل لها ريتيرن على طول، لانها بترجع ايه بقى؟ دي بترجع التوكن بتاعي اهو، هعمل لها ريتيرن على طول بس، لان ديت اهي بترجع ايه؟ لوجن ريسبونس، اللي هي اصلا اهي لوجن ريسبونس. حلو قوي. طيب هنا نفس الفكره، هاخد دي اهي، هقول له هنا ايه؟ ريتيرن لوجن، مش بيلود بقى، لا يوزر فيسبوك. بس كده ادي الموضوع اتحل، والموضوع ما فيهوش اي مشكله خالص. حلو قوي، جميل. عاوزين نجرب. طبعا جربنا عن طريق جوجل خلاص، عن طريق بقى ايه؟ الفيسبوك. هاخد دي اهي، هروح هنا، هفتح واحده جديده اهي، كنترول في بوست بادي رو جيسون. طبعا هنا هيكون في ايه؟ هيكون في التوكن اهو. اهو تمام، التوكن بتاع الفيسبوك. هروح تمام اهو، هسجل عن طريق الفيسبوك اهو، هقول له متابعه
الاوبجكت هو بتاع الفيسبوك، هاخد منه ايه؟ الاوث توكن اهو. هروح في البوست هنا اهو كنترول في ونعمل سند. عملنا سند. ركز معايا بقى، احنا المفروض نعمل ايه؟ ريستارت للسيرفر، تمام، او نعمل بيلد على طول اهو عشان يقرا التغييرات. حلو قوي اهو، عمل ران من تاني اهو وقال لك كل حاجه تمام، ستارتد مفيش مشكله. نعمل تاني اهو سند، قال لك 403 فوربيدن. قال لك ايه؟ 403 فوربيدن، اذا في عندنا مشكله، في عندنا ايه؟ مشكله. المشكله دي سبب ايه؟ طب نركز مع بعض. لو رحنا عملنا في جوجل تاني اهو، مش دي جوجل اهو، عملت سند، رجع لي الايميل والتوكن، تمام. اذا الفيسبوك فيها مشكله، الفيسبوك هو اللي فيها ايه؟ فيها مشكله. لو رحنا هنا في اليوزر هيعمل انسرت عادي ما فيش مشكله، لكن الايميل ما جاش. الايميل ايه؟ الايميل ما جاش، اذا في مشكله. طب في اليوزر رول، تمام، اعمل له انسرت اهو، خلينا نحذف ديت، ابلاي ابلاي فينش. هناك المشكله كلها ان الايميل هو اللي ما جاش، الايميل هو اللي ما جاش. نعمل ابلاي ابلاي فينش، نيجي نشوف كده ليه الايميل ما جاش. الفيسبوك اهو تمام اهو، هقول له يوزر فيسبوك، فيسبوك دوت فيتش اوبجكت زي ما قلنا، يوزر دوت كلاس، والداتا الايميل اهو، وعملت ريتيرن للوجن يوزر فيسبوك دوت جيت ايميل. طيب لو عملنا هنا سيستم دوت اوت دوت برنت لين، والسهم ده عشان بس نتشيك، هقول له يوزر فيسبوك دوت جيت ايميل. نعمل رن كده ونشوف هل في مشكلة ولا ايه. جميل جدا اهو، استارتد. طيب هروح هناك اهو، هعمل سند تاني اهو، برضو قال لي فوربيدن. نيجي هناك كده قال لي خضر اسلام 10@yahoo.com، تمام. ما هو رجع اهو الايه، رجع هنا اهو، رجع الايميل. طب ليه بقى؟ طب نجرب كده نشوف في ايه المشكله هنا في اللوجن. الريزلت الايميل اهو، ما هو بياخد الايميل، وهنا خد يوزر فيسبوك جيت ايميل، تمام. الايميل والباسورد، اذا في عندنا مشكله غامضه، برضو ما خدش الايميل مع ان الايميل بينطبع، تمام. لو رحنا هناك نحذف تاني اهو ابلاي، طبعا انا بحذف الرابط عشان ده رابط بالايه؟ بالرولز بتاعت الايه؟ بتاعت اليوزر. هعمل هنا برضو مسح ابلاي فينش. نشوف بقى المشكله، نيجي بقى نشوف ايه اللي خلى المشكله دي ايه تظهر. جميل، طبعا هو طبيعي جدا انه ايه ما يخزنش الايميل. ليه طبيعي جدا يا عم الحاج؟ بكل بساطه لان حضرتك هنا في الفانكشن ديت، تمام، انت هنا حلو ده الايميل اللي انت واخده، اللي انت هتاخده من ايه لما تسال الفانكشن. حلو، خلينا بقى نشيل السر ده خلاص، تمام. انت هنا قايل له يوزر دوت جيت ايميل، تمام، واليوزر ده اليوزر ده اللي هو ده الاوبجكت اللي انت لسه معرفه، ما فيهوش داتا اصلا، فانت بتقول له جيت ايميل فبيرجع لك ايه؟ امبتي او نل، فعشان كده ما بيخزنوش. فالمفروض تاخد الايميل ده تحطه مكانه ايه؟ مكانه هنا. فهمت الفكره؟ ده ايرور بسيط مثلا، ما فيش اي ايه؟ ما فيش اي مشكله. هعمل بيلد من جديد وهعمل ايه؟ وهعمل سند ثاني اهو، ركزوا بقى معايا. بص رجع لي ايه؟ الايميل خضر اسلام 10@yahoo.com، فعلا ده الايميل بتاعي، تمام، وده التوكن بتاعي من غير اي ايه؟ من غير اي مشكله. لو خدت التوكن اهو، رحت مثلا هنا، او رحت مثلا هنا اهو، حطيته مثلا المكان ده عشان اتاكد انه شغال، واعمل سند، كل حاجه تمام، ما فيش اي مشكله وكله تمام. كده يا جماعه احنا هندمنا الدنيا من ناحيه الايه؟ من ناحيه جوجل، ومن ناحيه الفيسبوك، من ناحيه الباك اند. كده احنا خلصنا الباك اند، فاضل بقى نروح الفرونت ونهندل الدنيا
ان شاء الله كده يكون البروجكت فينيش تمام. لكن في حاجات بعد ما تخلص البروجكت هنهندلها، لان في طريقه اكواد كاتبينها بشكل مش صح، هو كل حاجه شغاله بس تنظيم الكود مش صح، لسه هنهندل حاجات كتيره، لسه هنطبق حاجات كتيره ان شاء الله هنعرفها بعد ما تفنش البروجكت تمام. كليك يمين، جيت، اد، تمام. هروح بس هنا تمام على جيت هاب، خلاه في الاول. جميل، هاخد ديت كنترول سي، هروح انا عملت اد جيت، اد جيت كوميت، كنترول في، هعمل كلوزس تمام، كوميت اند بوش، بوش، هستنى لما يعمل بوشنج، خلص البوشنج هروح هناك هنعمل كلوزد والكوميت تحت وكل حاجه تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.